البعض يشجع الأهلي بسبب كرة القدم، وماذا عن باقي الألعاب؟ الأهلي بطل كرة السلة للرجال على مستوى الجمهورية وأفريقيا، بطل تنس الطاولة رجال عربية، الأهلي بطل كرة اليد رجال على مستوى أفريقيا، أبطال في الكاراتيه رجال وسيدات على مستوى الجمهورية، أبطال في ألعاب القوة من الرجال والسيدات، بطل كرة السلة للسيدات على مستوى الجمهورية، بطل كرة الطائرة للرجال على مستوى الجمهورية وأفريقيا، بطل الكرة الطائرة للسيدات عربية. النادي الأهلي مش لعبة واحدة، النادي الأهلي بطل باقي الألعاب.